بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. صوت واطي؟ أعوض شوية. هي دلوقتي يقرأ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. فصل. وتختص عسى وخلولق وأوشك بجواز إسنادهن إلى أن يفعل استغنى به نحن وعسى أن تكرهوا شيئا، بني على هذا فرعان. أحدهما أنه إذا تقدم على إحداهن اسم هو المسند إليه في المعنى، وتأخر عنها أن، والفعل نحو زيد عسى أن يقوم، جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم، فتكون مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر، وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير، وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتم الآن ما قرأه القارئ. قال فصل، يعني هذا فصل. ففصل خبر لمبتدا محذوف، يعني هذا فصل. وتختص عسى وخلولق وأوشك بجواز إسنادهن إلى أن يفعل مستغنى به عن الخبر. هذا الكلام اللي قاله الشيخ واضح انه مش مفهوم، صح؟ يعني حاسين انه يعني كانه ايه الغاز يعني، لكن ان شاء الله الان هنفهمه بمشيئه الله. بس عليك ابنك شوي كده، اشوف حضرتك اشوف. طيب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى فعل ناسخ، يعمل عمل إيه يا أولادي؟ عمل كان، وهو يدل على الرجاء، والرجاء طلب محبب إلى النفس قريب الحصول، بعكس التمني يكون مستحيل الحصول، زي ليت الشباب يعود. طيب عسى هذه وقعت بعدها أن والفعل، ما قلتش مثلا عسى زيد أن ينجح، لا ما جبتش الاسم خالص. يعني في فرق بين أقول عسى زيد أن ينجح، يبقى عسى ده الفعل الناسخ، زيد اسمها، أن ينجح ده خبرها، صح؟ هنا حذف الاسم هو اسم عسى يعني، وجيء بالخبر ووضع مكان إيه اسم، فيجوز أن يكون عسى دي تامة. معنى تامة يعني تكتفي بمرفوعها، ليس لها زي ما عندنا كان، مش عندنا كان ناقصة وتامة؟ ناقصة يعني لها خبر، وكان ربك قديرا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ده لها خبر، ده اسم الناقصة. أما في قول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسر يعني وجد، دي ملهاش خبر، صح يا ولاد ولا لا؟ طيب يبقى أن تكرهوا، يعني لما نحس لما نقول يا أولادي عسى أن ينجح، عسى أن ينجح، يبقى أن ينجح أن حرف مصدر ونصب، ينجح فعل مضارع، مضارع منصوب بأن، علامة النصب الفتحة، أهي أن ينجح مول بمصدر، يعني عسى نجاحه، عسى يا أولادي بس، يبقى ده فاعل عسى ملاش خبر. هذا معنى كلام الشيخ. وتختص عسى، دي خصوصية في عسى وخلولق وأوشك فقط، بقية الأخوات لا يجوز أبدا
أن نحذف الاسم ونأتي بالخبر يحل محل الاسم لا يجوز، بجواز إسنادهن إلى أن يفعل. إيه حكاية إسنادهن إلى أن يفعل؟ مش إحنا يا أولاد عندنا لما أقول جاء زيد، واخد بالك يا فوزي؟ جاء فعل إيه؟ وزيد ده اسمه مسند، ده مسند إليه، فالفعل مسند والفاعل مسند إليه، صح؟ أهو أنت ده، أهو ده عسى، ده مسند زي جاء دي، وزيد اللي هي فاعل ده هي أن إيه؟ طب ده أن ينجح ده فعل، ما ده مقول بالمصدر، والمصدر ده اسم، يعني عسى نجاحه زي جاء زي بالضبط. فقال يعني اختصت هذه الأفعال الثلاث بجواز إسنادهن، يعني هتبقى إيه؟ عسى فعل وأن ينجح فاعل، بس فاعل ده مؤول، صح يا ولادي؟ نعم. عشان ما حدش يقول لي طيب إزاي تجعل الفعل فاعل؟ ما أن مع الفعل مؤول بإيه؟ وهذا المصدر اسم، خلاص؟ نعم. طيب، وينبني على هذا فرعان، أحدهما أنه إذا تقدم على إحداهن اسم هو المسند إليه في المعنى، وتأخر عنها أنواع الفعل نحو زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم، هتقدم الاسم ده، صح ولا لا؟ الاسم ده هو في المعنى هو المسند إليه عسى، أصل الكلام إيه؟ عسى زيد أن يقوم، مش كده؟ لكنه تقدم، يعني عسى دي في الأصل مسند لمين؟ زيد، بس زيد إيه؟ تقدم. تقدم. طب نعمل إيه في الإشكال ده؟ قال يجوز لك أمران، يا إما تجعل فاعل عسى ضمير مستتر تقديره إيه؟ يعود لمين؟ يا تكتفي بأن يقوم وتجعلها تامة، يعني زيد عسى قيامه، فهمت ولا لا؟ يعني أنت مخير بين أنك تجعل عسى ناقصة لها اسم ولها خبر، اسمها ضمير تقديره هو يعود إلى مين؟ هذا الوجه، وأن يقوم ده الخبر، ما هو زيد مبتدأ في كل الأمرين، زيد مبتدأ، بس هنا عسى، فلما أسندتها إلى أن يقوم وتقدم عليها الاسم اللي هو في الأصل، في الأصل مسند إليها عسى، ما أصل الكلام إيه؟ عسى زيد أن يقوم، قدمت إيه؟ زيد. أيوة شوف يا شيخنا أهو، ده جملة اسمية ولا فعلية؟ لأنها بدأت بس. طب هات عسى زيد هنا، عسى زيد أن يقوم أصبح جملة فعلية، صح يا شيخنا؟ طيب، فلما قدمت ده بقى أصبح مبتدأ، وعسى أنت مخير إن جعلتها ناقصة يبقى تحتاج إلى اسم خبر، اسمها ضمير تقديره هو يعود إلى مين؟ وأن يقومه الخبر، إن جعلتها تامة اكتفيت بأن يقوم تبقى فاعل مين؟ أصل واضح كده؟ يعني زيد عسى إيه؟ قيامه، خلاص؟ وبعدين بيقول إيه؟ خالية جاز تقديره خالية من ضمير ذات الاسم، يعني إيه خالية؟ يعني ما فيش هنا ضمير يعود على الاسم ده، صح يا ولاد ولا لا؟ فتكون مسندا الى ان والفعل مستغنى بهما عن الخبر، مستغنى بهما ايه؟ عن الخبر اللي احنا بنسميها عسى التامه، يعني استغنينا عن الخبر مش محتاجين خبر، وجد تقديرها مسندا الى الضمير وتكون، ما انا قلت يعني خلاصه ما قراه الشيخ حاجتين، اذا تقدم الاسم، اذا اسندت عسى الى ان يقوم وتقدم الاسم فانت مخير بين امرين، يا تجعل يعني اسم عسى ضمير تقديره هو يعود إلى زيد، أو تجعلها تامة يبقى أنوى الفعل في محل رفع فاعل عسى، والتقدير زيد عسى إيه قيامه، يلا يا كلام، ويظهر أثر التقديرين في التأنيث والتثنية، ويظهر أثر التقديرين في التأنيث والتثنية والجمع، فتقول على تقدير الإضمار هند عسى، ما فيش مساحة امسح ده، هند يا ابني عسد أن تفلح، عسد أن تفلح، الزيدان عسى يا الزيدان ها عسى يا أن يقوم، الزيدون عسوا أن يقوم، الزيدون عسوا أن إيه أن يقوم، أيوة الهنداد عسي عسينا عسينا أن يقوم، ماشي الهندات عسينا أن يقوم، وتقول على غير الإضمار ها؟ تقدير الخلوه من الضمير عسى في الجميع، طيب هو الأفصح، قال الله تعالى لحظة
اسمع يا حبيبي. يفتح الصفحة يا شيخ عبد العزيز. احنا قلنا يا اولادي لما اقول زيد عسى ان يقوم، اذا قدرت ضمير يبقى زيد عسى ايه؟ هو. طب واذا لم تقدر ضمير يبقى انوى الفعل حل محل الايه؟ الضمير ده يبقى هو الفاعل، صح؟ طيب هيترتب على هذا امران. ان قدرت الضمير هتقول هند عست، يعني هي الزيدان عسى يا، يبقى ادي اسم عسى اللي هو الايه؟ الف الاثنين عسوا، الواو الجماعه دي هي الفاعل اللي عايد على الزيدون. الهندات عسينا، نون النسوه عايد على مين؟ على الهندات. طب اذا لم تقدر في ضمير كل ده يحذف، يبقى الزيدان عسى ان يقوم، ما تقولش عسى يا. الزيدون عسوت والعسى فقط بدون واو، فاهمين يا اولادي؟ بس ادي ايه بيقول، يعني هذا الذي قلناه ان قدرت ضمير لازم تيجي بالضمائر دي اللي هي الف الاثنين واو الجماعه والنسوه، اذا لم تقدر هتجيب عسى فقط بدون ضمير، فاهمين يا اولادي؟ يلا يا ابني كمل. وهو الافصح قال الله تعالى. وهو ايه الافصح؟ ايه الافصح؟ اللي هو الخلو من الضمير. قال الله تعالى الخلو من ايه؟ شوف يا مولانا، لا يسهر قوم من قوم، ها ما قالش عساو اللي هو القوم، يعني قال عسى بس، يبقى دي هي اللغه الفصحى وجاء بها القران، يبقى اصبحت عسى وخاليه من الضمير، صح يا ولاد؟ طيب كمل يا ابا. ها الثاني انه اذا ولي احداهن ان ولي احداهن، يا ابني احداهن ان والفعل، اصل احدى اسمه يعني انتهى بالف، هن عدا عن النسوان ملاش علاقه باحدى دي. إذا ولي إحداهن أن والفعل وتأخر عنهما اسم هو المسند إليه في المعنى نحو عسى أن يقوم زيد، جاز في ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضمير فيكون مسندا إلى ذلك الاسم، وعسى مسندا إلى أن والفعل مستغنا بهما عن الخبر، وأن يقدر متحملا بضمير ذلك الاسم فيكون الاسم مرفوعا بعسى، وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبرية. طبعا أنت مش فاهم حاجة. طب الحمد لله اللي فات في اثناء ولا مش مفهوم؟ مش عايزين تردوا؟ طيب احنا ما عندناش مشكلة، اللي مش فاهم نعيد تاني يعني لغاية ما تفهم إن شاء الله. عسى أن يقوم زيد، يقول إذا ولي إحداهن أن والفعل، أدي عسى وبعدها أن والفعل، وتأخر عنهما اسم هو زيد هو المسند إليه في المعنى، يعني في المعنى أصلها عسى زيد أن يقوم، بس إحنا هناك يا أولادي قدمنا زيد على مين؟ على الفعل نفسه، هنا أخرناه عن الخبر، صح ولا لا؟ فقلنا عسى أن يقوم زيد، زيد ده هو في الأصل المسند إليه اللي هو يعني اسم عسى يعني، لكنه تأخر عن الخبر، أصبح يعني الخبر متقدم والاسم متأخر. طيب جاز لك في ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضمير فيكون مسند إلى ذلك الاسم، صلوا على الحبيب. هنقول عسى عايز اسمه عايز ايه؟ هذه اسمها متأخر وهذه خبرها مقدم، صح ولا لا؟ يبقى عسى عايز اسم وعايز خبر، الاسم تأخر والخبر تقدم، كأنك قلت عسى قيام زيد، فهمت ولا لا؟ ما أن يقوم مؤولة بقيام، وهذه الإيه ها؟ يبقى المصدر أضيفة إلى فعل يقوم، يعني عسى قيامه زي ولولا دفع الله الناس. يبقى إذا تأخر الاسم جاز لك في على أن تكون خالية من الضمير، ما فيش أنا ضمير، يبقى اسم عسى المتأخر ده. طيب والشرط الثاني ها، وأن يقدر متحمل الضمير ذلك الاسم فيكون الاسم مرفوعا بعسى،
وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبرية. والكذا الجزئية دي. وأن يقدر متحملا لضمير ذلك الاسم فيكون الاسم مرفوعا بعسى، وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبرية. ومنع الشلبي هذا الوجه لضعف هذه الأفعال عن توسط الخبر، وأجازه المبرد والصيرفي والفارسي. طيب. ويظهر أثر الاحتمالين أيضا في التأنيث والتثنية والجمع، وتقول على وجه الإظهار عسى أن. إذن لما أقول يا أولادي عسى أن يقوم، يعني عسى هو، عسى إيه يا أولادي؟ طب هو إزاي يعني؟ ده هو دي المفروض تعود على متقدم، ما تعودش على متأخر، لأن الضمائر تفسر بما قبلها لا تفسر بما بعدها. صح ولا لا؟ أقول لك ما انتبه، ما هو لما قال عسى أقول فعل إيه ناسخ يعمل عمل كان، اسمها ضمير مستتر التقدير، وإيه هو يقول لك طب عايد على مين؟ على زيد. طب ده زيد متأخر، كيف يعود عليه؟ ما هو يقول هو متأخر لفظا لا رتبة، اللي هو رتبته ايه يا ولادي؟ التقدم. صح ولا لا؟ فهو عشان ما تقولش طب ازاي هو يعود على زيد وزيد ما لا، ده زيد المفروض بقى في الاول. صح يا ولادي؟ ما ده اصل المفروض ده مبتدا يا شيخنا، ده والمبتدا حقه التأخير التقديم يعني. صح يا ولادي؟ بس هو ده الايه، فهو يقول لك هنا وأن يقدم متحمل ضمير ذلك الاسم لضمير، يعني اسمها ضمير تقديره هو، وبعدين فيكون الاسم مرفوعا بعسى. الاسم مرفوعا بايه؟ بعسى. يعني عايز يقول الاسم ده أخرته وحقه التقديم. يعني عايز يقول يا مولانا الشيخ فوزي ده الخبر وده الاسم، ده الخبر وده ايه؟ الاسم. طيب كمل يا شيخنا الكلام تفضل. يعني الشيخ عايز يجعل ايه؟ انه عسى فعله هو وزي ويقوم ها؟ بس هو يبقى كانت عسى المصدر هو ما هو يا سيدنا قال هنا؟ بص لو انت تعرف بيقول ان يقدر حاليا من الضمير، ايوه، فيكون مسندا الى ذلك الاسم، وعسى مسندا الى ان والكان. تمام ماشي، ده واضح، ده الوجه الاول. واضح ده الوجه الاول. قلنا ده احنا الوجه الاول يا شيخ يوسف، قلنا عسى ان يقوم زيد، مش زي المساله الاولى ولا كان هنا؟ فكروني. أيوة. زيد عسى، زيد عسى، مش كده؟ طيب احنا قلنا ان تقدم الضمير ده يعود على مين؟ او تجعل ان يقوم تام، يعني عسى زيد عسى قيامه. صح. الوجه الثاني احنا هنأخر زيد هنا، فلما نأخره قال اذا ولي احداهن ان والفعل وتأخر عنهما اسم، هو المسند في المعنى عسى أن يقوم زيد، جاز لك في ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضمير ذلك الفعل اللي هو عسى ده، فيكون مسندا إلى ذلك الاسم، وعسى مسندا إلى أنوى الفعل مستغني به مع الخبر. سمعنا يا شيخنا يا شيخ يوسف؟ إحنا شرحناها دي، مش فاكرين؟ قول. طيب تفضل. جاز في ذلك الفعل بعد كده وعسى مسندا، يعني ذلك الفعل ممكن يكون بعد كده جاب عسى، هو القضية ومولانا ان هو عايز يقول ايه في الوجه الثاني ده؟ هيجعل زيد ده اللي هو الضمير بتاعه اللي هو ده زيد ده هو الاسم بس تأخر، وان يقوم ده الفعل بس توسط بين الفعل وبين الاسم، زي ما كان كده بيحصل كده، او ان يعني في القرآن الكريم وكان حقا علينا ايه؟ قدمت الخبر على الاسم، وكان حقا علينا اصلا كان، وانا كان نصر مننا حقا علينا، هنا قدمنا الخبر وايه؟ واخذنا الاسم. الشلوبين منع الوجه ده
ليه منعوا؟ قال لضعف هذه الأفعال عن توسط الخبر، لأنه خدوا بالكم الأفعال دي بتعمل عمل كان، فكان هي الأصل مش كده ولا؟ وده فرع، ودايما الفرع يكون أضعف من الأصل. يعني الأصل يجوز توسط الخبر، مثل وكان ربك، مثل إيه؟ وكان حقا علينا نصر، يتقدم الخبر عادي، أقول كان ناجي، كان عالما زيد، لكن ده عشان بتعمل على الفرع. فالتوسط هي زي بالضبط بالضبط، لأن في الجنس بتعمل عمل إن. طب إن دي يا أولادي ممكن أقدم الخبر زي إن لدينا أنكالا، إن في ذلك لعبرة، ممكن أقدم الخبر صح، لكن في لأن في لا يجوز، لو قدمتها يبطل عملها. فإذا قلت لا فيها غول ولا هم عنها، يبقى هنا بطل عمله، لأنك تقدمت، لأنها ضعيفة، لأنها فرع عن إن. فهذه الأفعال تعمل عمل كان، صح يا ولد ولا؟ فهي ضعيفة لأنها فرعية. إذن هذا الوجه الأخير الشيخ اللي هو الشلاوبين ده ضعفه، قال هذه الأفعال عن توسط الخبر. أيوة، المبرد والصرافي والفارسي، يعني هذا العلماء الثلاثة، المبرد تلميذ سيبويه، والصرافي والفارسي أبو علي الفارسي من بغداد، أجاز الوجه ده، أجاز أن يكون ده زيد ده اسمه مؤخر، وأن يقوم هو الخبر مقدم، ويظهر أثر الاحتمالين. ها، التأنيث والتثنية والجمع، فتقول على وجه الإضمار عسى أن يقوم أخواك. يعني لو أضمرت هنا يا شيخنا، لو أضمرت هنا قلنا عسى هو، عسى إيه شيخنا؟ هو، وتبقى دي بدل من الضمير ده، بدل لازم تجيب ضمير إذا قدرت، تقول الزيدان عسى يا أن يقوم، لا وقول كده المثال، قول يا شيخ عسى أن يقوم أخواك، أن يقوم أخواك، نعم كمل. طيب حاضر، سام قول كده يا شيخنا، وعسى أن يقوم، وعسى أن يقمنا نسوتك، وعسى أن يقوم أخواتك. طيب الضمير يقوم، لأن هو هنا حق الضمير يقوم، يعني لو قلنا يقوم فعل. أيوة حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، صوت واضح؟ نعم واضح؟ نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، زيد عسى أن يقوم، هذه المسألة أظن شرحناها وفهمناها صح ولا لا؟ الاسم هذا هنأخره، أقول عسى أن يقوم زيد، يعني المسألة السابقة عرفناها صح ولا لا؟ نعم. المشكلة في حكاية عسى أن يقوم زيد، يقول المؤلف رحمه الله إذا ولي إحداهن أنوى الفعل، إحداهن يعني عسى، ولو لقوا أو شكر هذه إحداهن، خلاص أنوى الفعل، يعني ولي يعني جاء بعدها أنوى الفعل، وتأخر عنهما اسم اللي هو زيد، هو المسند إليه في المعنى، المسند يعني عسى دي المفروض أنها أسندت إلى زيد صح ولا؟ أصلها إيه؟ عسى زيد أن يقوم، لكن تأخر، فجاز لك في هذا الفعل أن يقدر خاليا من الضمير فيكون مسند إلى ذلك، يعني يقوم دي ممكن تكون خالية من الضمير، خالية أولاد إيه؟ من الضمير. يعني خالية من الضمير، يعني لو أنت اعتبرت عسديا فعل ناسخ تحتاج إلى اسمه إلى إيه؟ لو اعتبرت زيد اسمها ده، زيد اسمها، يبقى أصبحت يقوم فعل مضارع مرفوع يحتاج إلى فاعل، الفاعل تقديره هو يعود على مين؟ زيد، وهو ده، وإن تأخر لفظا لكن مقدم، أصلها عسى زيد أن يقوم، أن يقوم هو يقوم. صح ولا؟ فهو يقول لك قال إيه؟ جاز لك في ذلك الفعل، الفعل ده أن يقدر خاليا من الضمير اللي هو عاد على زيد، وأن فيكون مستند إلى ذلك الاسم، أي مستند إلى ذلك الاسم، أين فاعل يقوم زيد؟ صح يا ولاد ولا؟ ما أنت لو اعتبرت فاعل يقوم ضمير مستند تقدر هو، يبقى أصبح زيد ده اسم مين؟ أصبح. طيب إذا اعتبرت إنه زيد ده فاعل يقوم، يبقى أصبحت عسى هنا تامة لا تحتاج إلى اسم، فهمتوا هذا ولا لا؟ نعم. واستغنت بأن يقوم، يعني عسى قيام زيد،
بنتوع أولاده ولا آه. يقول لك الفعل ده لما الاسم أخرناه جاز لك في هذا الفعل، إما أن يتحمل ضمير يبقى أصبح زيد ده اسم عسر بس مؤخر، فهمت ولا لا؟ وتقدم الخبر. طيب وإما أن لا يتحمل ضمير يبقى عايز فاعل، الفاعل ده الاسم الظاهر ده، وأصبحت أن يقوم خلاص ده فاعل لمين؟ لفعل عسر، مش محتاجة إيه اسم بناء تامة، فهمت ولا لا؟ هذا اللي عايز أقوله. يظهر هذا الخلاف عند الإسناد، يعني ما قلت إيه ها الزيدان عسى أن تقول أن يقوم يعني ما لا من يصلي ده وده. طبعا السلاوبين منع التوسل ده، يعني لو اعتبرت زيد ده اسم عسى هيتوسط الخبر بين عسى وبين اسمه، هو قال ده ضعيف لأن هذه الأفعال عملت فرعا عن كان وأخواته، والفرع يكون ده أضعف، فلما أضعف لا يتحمل هذا الأمر، يعني هو عايز ترتيبه الطبيعي يمشي، يعني هذه اسمها وخبر عسل اسمها وخبر، فاهم؟ طيب يظهر هذا الخلاف يظهر أثر الاحتمالين في التأنيس والتفهيم، فتقول على وجه الإضمار، على وجه إيه؟ على الإضمار عسل عن إيه؟ شوف أم؟ ها؟ يقوم. طيب عن ليه أضمر هنا يا أولادي؟ ليه أضمر يا شيخنا؟ عسى أن يقوم أخواك، أخواك صح هذه؟ ليه أضمر هنا؟ ليه جاب الضمير؟ لأنه يعتبر الفاعل ضمير، والاسم ده هو اسم مين؟ اسم عسى مؤخر، فهمت؟ طيب وبعدين هذا البيتان بعد وعسى أن يقوموا ها؟ إخواتك صح ولا لا؟ طيب يبقى أصبح يقوم الواو دي فاعل مين؟ وأصبح إخواته ده اسم مين؟ اسم عسى. يلا كمل ها؟ وعسى أن يقومنا ها؟ نسوتك أصبح نسوتك وده اسم عسى، لكن يقومنا النون دي النون نسوة فاعل مين؟ وضحت كده الأخ اللي كان بيسمي؟ فوضحت؟ انتهى دلوقتي. طيب يجوز كسر السين من عسى فيه في آية في القرآن فهل عسيتم فهل عسيتم، إذا قرأت نافع أظن فهل عسيتم صح ولا لا؟ فيجوز كسر السين وإيه وفتحها ده لغة من لغات العرب ليس علاقة بالنحو، يعني الآن إن شاء الله هننتقل إلى درس جديد، الجديد اللي هو إيه الأحرف الثمانية داخل على المنتدى ده هو الدرس عليكم. يقول بعد عسف لو لقى أو شقى قد يرد غنى بأن ها يفعل عن ثاني فقيد، قوم هذا الحين كده صح صح. بعد عسى وخلولق او شكى هذه الافعال الثلاثه لها خصوصيه في هذا الباب، قد يرد غنى بان يفعل. ايه حكايه غنى بان يفعل؟ نقول اهو زيد عسى ان يقوم، فعسى استغنت بأن يقوم عن ثاني فقد، الثاني اللي هو اسمها فقد، فهمت ولا فقد يعني لم يذكر في الكلام، فأصبحت هذه أن يقوم ده فاعل لمين؟ لعسى، وأصبحت تامة لا خبر لها لا اسم لها، زي كان وكان وإن كان ذو رسل بمعنى وجد. يعني بعد عسى لو لقى أو شق قد يرد قد، وده تدل على التقليد، غنى بأن يفعل يعني استغنينا بأن يفعل عن اسمها صح أولاد ولا لا؟ نعم. طيب عن ثاني فقد، وجردا عسى أو ارفع مضمرة بها إذا اسم قبلها قد ذكر، دعه زيد ها عسى إيه؟ أن يقوم. يقول وجردا عسى يعني جردها يعني جردها من اسمها، جردها إيه؟ من اسمها، أصبح الزيد مبتدأ. وعسى فعل ناسخ تام يعني ليس له اسم، أصبح أن يقوم فاعل مين؟ هذا معنى وجردا عسى، جردا بنون التوكيد. أو ارفع مضمرة يعني اجعل الفاعل لعسى ضمير اسمها، اسمها اسمها تقديره هو يعود إلى مين؟ أيوة. طيب إذا اسم قبلها قد ذكر في الاسم اللي ذكر زيد زيد ها والفتحة والكسرة أجزي اللي احنا قلناها
فال عسيت وفال عسيت. ها من ايه؟ من نحو ايه؟ عسيت وانتفى الفتح ايه؟ لا وانتفى والاسم ايه؟ وانتقى وانتقى الفتح ايه؟ يعني هو عايز يرجح قراءة الفتح زكن يعني علم يعني انتقاء لغة الفتح زكن يعني علم يعني عزم. فهل عسيتم ده قراءة مين يا شيخنا؟ هل عسيتم نافع في فيها فيها فهل عسيتم صح؟ لا قراءة نافع. احنا بنقرأ حفص فهل عسيتم وقال وانتقى الفتح زكن يعني علم علم. فعايز اقول لك يعني قراءة الفتح اشهر او ارجح من قراءة الايه؟ الكسر. وكله طبعا قرآن يعني كله ايه قرآن. خلاص منا البلاد يلا هات لنا وخلاص هذا والخبر فتنصيب المبتدا ويسمى اسمها وترفع خبره ويسمى خبرها فالاول صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بص احنا عايزين نشرح الدرس ان شاء الله بصوره يعني جديده شويه يعني قد لا تكون مالوفه لكم يعني بس عشان ايه نعمل حواتف. هنكتب كده ادي ان هنا اهو وبعدين هنعمل لها اخوات ادي ان وادي كان ولكن وليت ولعل صح ولادي؟ نعم. يبقى لها كم اخت؟ لها خمس اخوات. نعم صح. هنبتدي نسال ان هنبتدي نسالها يقول لها ما عملك؟ يقول والله انا انصب الاسم وارفع الخبر. هالجملة اسمية كده لما زيد عالم لما قل إن زيدا عالم أهو ده عمله. هذا هو يقول لك إيه تنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبره صح ولا لا؟ بس أدي سهلة دي ولا صعبة؟ نعم صعبة. طيب فالأول والثاني إن وأن وهما فيها الجزئية جديدة. احنا سألنا إن ما عملوك قد أنصب الاسم وارفع الخبر لك نعم. كم وقت؟ قد خمسة. أن بفتح الهمزة كأن لكن ليت لعل. بدأنا نسألها سؤال آخر قلنا يعني طب إيه معناك؟ احنا عرفنا وظيفة تنصب الاسم وترفع الخبر. طب معناك إيه؟ إيه معنى إن دي؟ قد معناها التوكيد. وأختي اللي هي أن تعمل معناها نفس المعنى بالضبط في التوكيد. لكن هناك فرق بيني وبين أختي دي. أنا أجي في أول كلام لكن أختي ما تجيش أبدا في أول كلام. سمعين ولا لا؟ نعم. إن الله اصطفى آدم إن أوحينا إليك. لكن أنا لم تسبق بكلام. اعلموا أن الله شديد العقاب. بلغني أنك عالم عرفت أنك فاهم. لم تسبق بكلام. طيب فأنا قال معناها التشبيه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قنصرة. لكن تفيد الاستدراك والاستدراك أقول زيد شجاع لكنه بخيل. إحنا قلنا الاستدراك نفي متوهم إثباته أو إثبات متوهم نفي. فمثلا إذا يعني وجدت شخصا ما يعني عمل وليمة والصفرة ما شاء الله يعني عملها من هنا لآخر المسجد فتظن أنه هو عازم ناس إيه يكثر معك أقول طعامه كثير لكن ضيوفه قليل. اسمه إيه ده؟ استدراك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب وأحيانا بتأتي بالتوكيد. تأتي يا أولادي إيه؟ بالتوكيد اللي هو لو جاءني زيد أكرمته ولكنه لم يجد. هنا ما فيش استدراك. ما فيش يا أولادي؟ لو جاءني زيد لأكرمته. دي بيسموها لو دي حرف امتناع. لو حرف امتناع الامتناع يعني امتنع الإكرام لعدم مجيئه صح ولا لا؟ لو جاءني زيد لأكرمته لكن له لم يجئ. ده تأكيد إنه ما جاش يعني صح ولا لا؟ لكن بعكس الاستدراك بتجيب كلام جملة اسمية وبعد كده تستدرك تقول السمك كثير لكن طعم قليل زيد عالم لكنه بخيل هو ده الاستدراك صح؟ طيب وبعدين كلمة التشبيه عرفناها كلمة التشبيه وبعدين والخامس ليس للتمني التمني طلب ها ما لا طمع فيه أو ما فيه عذر. إيه حكاية ما لا طمع فيه؟
يعني مستحيل مستحيل. كان كقول القائل ليت الشباب يعود يوما، ترى الشباب لا يجحش صح. نعم لكن ليت التمني. ايه التمني؟ طلب ما لا طمع فيه. يعني ما لا طمع فيه؟ يعني مستحيل حصول. كقول القائل ليت الشباب يعود يوما، يعني مثلا لو احد المحسنين جانا كده وقال والله جماعة الخير اللي قاعدين طلبة العلم ده كل واحد يعني هعمل له عمره وياخذ 20,000 ريال خلاص؟ وبعدين بعد ما وزع احسانه على الحاضرين خد بعض المسلم ولا نعرف هو مين ولا ساكن فين ولا اي حد. فلقى الشيخ محسون راح جه فقلنا له انت تاخرت ليه؟ هل هو في حاجه؟ قلنا له والله واحد عمل كذا وكذا. قال يا ليتني كنت معكم فافوز. يبقى هنا يتمنى حاجه ايه؟ ها ندور عليه ما نعرفوش هو اصلا منين. فهمتوا ولا لا؟ يبقى بيتمنى حاجه. انتوا فهمتوا التمني؟ او ما فيه عسر. فيه عسر يعني كقول المعدم ليت لي ملا فاحد. هو مش لاقي ياكل اصلا بس بيتمنى حاجه مش مستحيله صح ولا لا؟ ممكن ربنا يزول بتمنى خلاص هو دي ليت. اما لعل قول يا ابني لعل هذا اما لعل وهو للتوقع وعبر عنه قوم بالترجي في المحبوب. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. خد بالك التوقع لعل الله يحدث بعد ذلك ايه؟ امرا. امرا بتتوقع ان ربنا يعني هيخلف عليه خير صح ولا لا؟ لعل زيد ينجح ده اسمه توقع. والتوقع ده انه عبر عنه قوم بالترجي في المحبوب يعني بترجو حاجه محببه الى نفسه. لو كانت الحاجه دي مكروهه اسمها ايه؟ اشفاق. اسمها ايه؟ اشفاق. ولعل زيدا هالك يعني لو ليك واحد اسمه زيد صديقك ورحت زرته لقيته عيان جدا يعني خلاص بيودع فتقول لعل زيدا هالك ده اسمه ايه؟ ده اشفاق. اسمه ايه؟ يبقى في المكروه اسمه اشفاق. طب وفي الله وفي الرجاء في المحبوب ترجي. توقع او ترجي. او ترجي جنبه الاشفاق في المكروه نحو لعلك خلاص قلناه. قال الاخفش وللتعليل نحو افرغ عملك لعلنا نتغدى. التعليل افرغ عملك انتهي من عملك عايزين ناكل. فهنا كانت في التعليل ليه عايزني انتهي من عملي لعلنا نتغذى عايزين نتغذى يعني. وجعل منه قوله تعالى فلعلك لعله يتذكر. اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر. اصلها ليتذكر اسمها لام التعليل. اسمها لام يا اولادي التعليل. يبقى عندنا لعل لها كم معنى؟ ثلاثه. اما الرجاء او الاشفاق او التوقع او التعليل. كما الكوفيون والاستفهام نحن وما يدريك لعله يزكى. ما يدريك لعله ايه؟ يزكى. طبعا اعتبروا ما يدريك لعله لعله ايه؟ يزكى. كلمة لعله ده قالها الكوفيون ده اسمه ايه يا ولاد؟ ها استفهاميه. نعم يدريك هل يزكى؟ هم جعلوها للاستفهام بس ده غريب من عندهم يعني. الكوفيون قال وما يدريك لعله يزكى يعني يعني هل يزكى؟ ده هذا قالهم ايه الكوفيون. ايوه وعقيل رقيل هذه القبيله الوحيده التي تجر تجعلها حرف جر. يقول قائلهم لعل الله فضلكم علينا لعل الله فيجعلون حرف جر والجر بها شاذ لان قبيله بس من قبل عن لكن كل العرب تنصب بها يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امر. قبيله عقيل هي بالذات تجعلها حرف جر يسموها حرف جر ها شبيه بالزائد. يعني ايه شبيه بالزائد؟ الشبيه بالزائد غير الزائد غير الاصلي. هل تعرفون الفرق بين الحروف الأصلية والزائدة وشبيه الزائد؟ لا. يا درود؟ لا لا لا. الحرف الأصلي امسح ده يا ابني. الحرف الأصلي ليه معنى
ويتعلق. الزائد ليس له معنى ولا يتعلق. الشبيه بالزائد له معنى ولا يتعلق. فمثلا عندما أقول سافرت من مصر إلى الإسكندرية، من معناها الابتداء وإلى معناها الانتهاء. سمعني يا أولاد ولا لا؟ من معناها إيه؟ ابتداء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، بداية الإسراء للمسجد الحرام، نهايته إلى المسجد الأقصى. وبعدين بيتعلق، أسرى بعبده ليلا من المسجد، يبقى من المسجد متعلق بالفعل أسرى. ده مولاه سافر محمد من مصر، من مصر ده متعلق بسافر. يعني ايه متعلق؟ يعني هذا الفعل لم يستطع الوصول الى كلمه مصر الا بواسطه حرف الجر. ما ينفعش سافر محمد من مصر، فهمت ولا لا؟ نعم. جلس محمد على الكرسي، ما ينفعش نقول جلس محمد على الكرسي، صح؟ نعم. يبقى جلس تعدد الكرسي بواسطه حرف الايه؟ ده بيسموه تعلق، ارتباط معنوي بينهما. الاصل ان هناك افعال قصرت عن وصول الاسم فعلنا على ذلك بحرف الجر. يبقى اي حرف جر اصلي باختصار يعني اذا حذفته الكلام لا يستقيم. ده من الاخر يعني، انتم بتقولوا يقول عايزين من الاخر حرف الجر الاصلي لو حذفته الكلام ايه؟ لا يستقيم، يحصل فيه خلل. لما قلت جلست على الكرسي ينفع تقول جلست الكرسي؟ لا، هذا حرف جر ايه؟ اصلي. يا ودرود اصلي. لكن عند النحاة له معنى الاستعلاء وتعلق بالفعل، صح كده؟ نعم. حرف الجر الزائد لا يتعلق ولا له معنى، بس يؤتى به للتوكيد، كقوله تعالى أن تقول ما جاءنا من بشير. من دي لو حذفتها في غير القرآن الكلام يستقيم. نعم. أن تقول ما جاءنا بشير. نعم. لكن وجودها يدل على التوكيد، فأصبحت من زيدة. ومن باب الأدب تأدبا نقول حرف صلة تأدبا عشان ما يظن الظن أن في القرآن في زايد. نعم. بس الحرف الزايد في اللغة العربية عموما يؤتى به للتوكيد، فهمت ولد ولا؟ نعم. الحرف الشبيه بالزايد اللي هو لعل ورب، بس رب معناها التخليد. رب أخي لك لم تلده أمك، لكن ما تتعلقش، بل لها معنى لكن ما تتعلقش الفعل. كذلك لعل في لغة عقيل، لعل الله فضلكم علينا، فهي لها معنى اللي هي الرجاء، لكن هي أولادها لا تتعلق، عشان كده بسموا حرف جر شبيه بالزاي. والشيخ يقول إيه أولادها؟ لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، يعني هذه الحروف تعمل عكس كان. ولاحظ انه تختلف عن كان في شيئين، كان واخواتها افعال، لكن ان واخواتها حروف، صح ولا لا؟ وتعمل العكس، ان كان ترفع الاسم وتنصب خبر، ان تعمل العكس. كان زيدا عالم باني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. هذه بدا يجيب لك معاني. ان زيدا عالم افادت التوكيد، باني كفء افادت التوكيد بس تصبغ بكلام، ولكن الاستدراك إن ولكن ابنه ذو بمعنى صاحب، ذو يعني عنده حقد، هو لا رأى أنني عالم، ابنه غير الوالد، الوالد عارف أنني عالم لكن هو الولد مش معترف به. هينتقل بعد ذلك إلى جزئية الترتيب، هنقولها إن شاء الله بعد قليل. كم يبقى؟ ها؟ السابع في لغية، وهي بمعنى لعل، وشرط اسمه أن يكون ضميرا كقوله فقلت عساها نار كأس وعلها. طبعا لو انت رحت يعني في اي دوله خليجيه زي السعوديه هتلاقي يسلم عليك يقول لك شلونك عساك طيب، مش كده؟ جواب كده ولا لا؟ يقول لك شلونك عساك طيب، عساك. هذه لغيه من لغات العرب، مش لغه لغيه يعني لغه صغيره. لغيه هذه عسى اللي هي بتاعت زي لعلك، فهمت ولا لا؟ نعم. تنصب الاسم وترفع الخبر، بس دي لغية عشان كده مش مشهورة، معنى لغية اللغة الصغيرة. نعم. وشوف بعض كلام العام ده لا يحتاج به يا سيدي. لا ماشي، ما هو كلامه مخالف لكلام العرب ما تفهموش.
لان احنا بنتعلم لغه عربيه اللي هي اللغه التي نطق بها الفصحاء. يعني ما يقولش كما بينهم؟ لا، العرب ما جمعتش. وربنا قال لعل الله، ما قالش لعل وعسى، صح ولا لا؟ انما احنا بنتكلم الان كلام لهجه عاميه، والعمليه دي خرجت عن قواعد اللغه العربيه. وجب هنا بنت سيدنا نقول لها لعلي او عساني. اتى باول بس جاب اول؟ اه جاب اول. يمكن التخيل يعني. ما هو جاية يعني الأخ الكريم يسأل ليه بنقول إن وأخواتها؟ إن دي لها ميزة على أخواتها، إن لم تدخل في خبرها، وده جاي جاي إن شاء الله يعني. جاي لما قال لي في الأبيات، في حد مع الأبيات؟ إن تقبل لا لا لا، وطول كده الأبيات. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر، يعني ملجأ. وبعد ذات الكسر لي إن تصحب خبر لا مبتداء، إن ربي لسميع الدعاء، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فعايز يقول يعني بعد إن المكسورة تأتي اللام في الخبر، وهذه الميزة لا توجد إلا فينا فقط. نعم. فلا تدخل اللام على بقية الأخوات، لا تقل مثلا لعل الله لا يحدث بعد ذلك أمر، أو ليت الشباب لا يعود. فدي ميزة أعطاها ربنا لمين؟ لإن. فاستحقت الصدارة أن تكون أم لأخوات. والشيخ الحريري قال في المنحدر، قال إيه؟ وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي على القول وبعد الحلف، وتختص اللام بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. فهمتوا؟ نعم. الميزه اللي ربنا اعطاها لان انها تدخل لام في خبرها، صح ولا لا؟ نعم. عشان تبقى الجمله مؤكده تم تاكيد بان وباللام، ان ربنا سميع الدعاء يبقى مؤكده بان وباللام. وفاهمين يا اولاد؟ نعم. طيب يلا نكمل القراءه. يلا ها. وهو حينئذ حرف مثاقا للصرفي ونقله عن سيبويه. يعني لما تقول عساك أصبحت حرف ناسخ مثل إيه؟ لك لمون عسى الله أن يرحمكم، أصبحت فعل ناسخ يعمل عمل كامل، بس بشرط أن يكون خبرها جملة فعلية مقترنة بأن، صح ولادي؟ عسى ربكم أن يرحمكم. يبقى كلمة عساك دي لغية، وهي حرف مثل لعل بالضبط تعمل عمل إن، لكن عسى ربكم أن يرحمكم ده فعل ناسخ يعمل عمل إيه؟ كامل. طيب إطلاق القول بفعليته، وابن السراج في إطلاق القول بحق يده. وهو حينئذ حرف مفاقا للصرافة. 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 ونقله عن سيبوي خلافا للجمهور في إطلاق القول بفعليته. يعني الجمهور قالوا إن عسى فعل، سواء عمل عمل إن أو سواء عمل عمل إيه كان. هذا معنى الجمهور أطلق الفعل بس. ما يكونش لأ، طالما فعل ما يجيش حرف، والحرف ما يجيش فعل. فالجمهور قال إيه هو يا أولاد إيه ها؟ إن عسى سواء زمود عساك، سواء عملت عمل إن أو عملت عمل كان هي فعل. لكن السرافي نقل عن سيبويه قال إنها إيه حرف. لما يقول لعلك على عساك يعتبر حرف من أخوات إن. والثامن لأن فيها للجنس واستأتي. ولا يتقدم خبرهن مطلقا ولا يتوسط الا ان كان الحرف غير عسى ولا لا. العشاء خلاص نص. طيب البيت وراعي الترتيب الا في الذي كليت فيها او هنا غير البني. راعي الترتيب يقول يا طالب العلم راعي الترتيب الموجود عندك. ان زيدا عالم، يعني ان تاتي في الاول بعدها اسمها بعدها خبر. لا تقل إن عالم زيدا، لا تقل هذا. راعي الترتيب لابد أن يتقدم الاسم على الخبر، فلا يجوز أبدا أن يتقدم الخبر على الاسم. لا تقل إن غفور الله يفع، لا يجوز إلا بأداة الاستثناء. في الذي كليت فيها لو كان الخبر جر ومجرور يجوز، أقول إن في الدار زيدا، قال تعالى إن لدينا أمثالا، إن في ذلك لعبرة. طيب ليس فيها أو هنا، طبعا فيها جر ومجرور وهنا
ظرف إيه؟ ظرف مكان. غير البل يعني غير الإنسان البديل، يبقى إذا يجوز أن يتوسط الخبر بشرط إذا كان جارا أو إيه؟ مجرورا وظرف بس، غير كده لا. وده يعني سماح، يعني الظروف والمجهود المتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. عشان كده قال الشيخ وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها هو أو هنا قول البل. وهمزة إلا افتح ها؟ لا بخلص جدا وهنو بخلص وهمزة إلا إيه؟ ها؟ اللي يقول لك ماشي سؤال لا أنا هقول الفتح بس، هقول الفتح بس جدا. يلا هات المساحة وهمزة إلا إيه؟ راعي هذا الترتيب، يعني ده بدل من ذا، راعي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل مستتر وجوبا تقدم أنت. ذا ده اسم إشارة يعني هذا، والترتيب يعتبر بدل، بدل من اسم إشارة. طيب كمل يا ولد. ها؟ لا احنا مش هنتكلم على الكسر، هنتكلم على الفتح. صلوا على رسول الله. احنا اولاد عندنا ان دي همزتها مكسوره، وفي عندنا ان همزتها مفتوحه. عايزين نفرق يا اولادي بين ان وبين ان. ان همزتها مكسوره صح؟ لا ان همزتها مفتوحه، هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان تاتي في اول كلام إنا أعطيناك الكوثر، لكن أن تسبق بكلام. الفرق الثالث إن أن وأول مع اسمها وخبرها بمصدر، وهذا المصدر قد يكون فاعلا أولم يروا، أولم يكفيهم أن أنزلنا، يعني أولم يكفيهم إنزالنا، قد يكون مفعولا عرفت أنك ناجح إن عرفت نجاحك، قد يكون مجرور علمت بأنك مسافر يعني علمت بسفرك. فأن أول مع اسمها وخبرها بمصدر، فاهمين يا ولاد ولا عارفينها؟ عرفت ان انك او انك ناجح، اجيب ان واسمها وخبرها احطهم فين؟ فخلاص اطلعوا لي يعني عرفت نجاحك، بس ده مصدر ده، فاهمين يا ولاد؟ لكن ان لا تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر. كان فرق قلنا؟ هيجي فرق ان شاء الله بعد ذلك، ان اذا خففت لا حكم، وان اذا خففت لا حكم، بس ياتي ان شاء الله في حين يعني. فالشيخ يقول في هذا البيت وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها، يعني لما أن واسمها وخبرها تحل محل المصدر تبقى تفتحها. طب إذا لم يصح ذلك تبقى تخسر. سمعنا ولا ولا مثال يعجبني أنك ناجح، يعجب فعل مضارع والنون اسمها نون الوقاية تقل فعل من الكسر، والياء مفعول عجيب فاعل، أن حرف ناسب، الكاف ضمير بارز متصل مبني في محل نصب اسم أن، ناجح خبر أن مرفوع، أن واسمه خبرها في تأويل مصدر فاعل يعجب، والتقدير يعجبني نجاحك، فهمتوا لا؟ يعجبني إيه؟ نجاحك. أهو هو ده وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها، وفي سوى ذلك اكسر، يعني إذا لم تؤول هي واسمها بمصدر يبقى اكسر، والكسر إن شاء الله هاتي مواضعه. إذا وقعت في أول الكلام زي إن أعطيناك الكوثر، إذا وقعت بعد القول قال إني عبد الله، إذا وقعت في جملة الحال إلى آخر كل ذا شبه نعرفه في حين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافع، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.